In the name of Allah, the most merciful, the ever gracious, dear secondary stage students, welcome to a new edition of your program مدرسة على الهواء. أحبائي طلاب الثانوية العامة في كل جمهورية مصر العربية وكمان طلاب الثانوية الأزهرية، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء. We have the pleasure to host Mr. عصام مختار, Senior Teacher at the Ministry of Education. Hi Mr. عصام. Hi Mr. محمد. الحمد لله. الحمد لله. Dear students, today inshallah we are going to complete unit 6 and as you know it's entitled The Importance of Trees, أهمية الأشجار. اتكلمنا المرة اللي فاتت على الجرامر الموجود في الوحدة بتاعتنا وقلنا ان طبعا ده درس مهم جدا اللي هو The Conditionals or Conditional If. مستر عصام مشكورا, اتكلمنا على The Zero Type and Type 1 Type 2 والنهاردة ان شاء الله استكمل مع بعض الجرامر وهنلقي نظرة كمان سريعة على الكلمات الموجودة في الوحدة بتاعتنا ونشوف كمان نوع من الأسئلة زي مثلا Choices we find the mistake. يلا مستر عصام سريعا كده هنكمل Unit 3 Unit 6 ونشوف الجرامر اللي هو Type 3. اتفضل. تمام. طبعا احنا متذكرين طبعا الحالات اللي قبل كده قلناها مس محمد 0 اف طبعا اتكلمنا عليها الحاله الاولى والحاله الثانيه. The most important one is coming ahead. الثالثه يمكن اهم واحده, اهم واحده, مش معنى كده الاثنين اللي فاتوا خلاص, لا, لكن احنا بنقول دايما تركزوا عليهم. Suppose that you have the two parts, الجزئين المهمين بتوع قاعده ايه هو؟ احنا بنتكلم على الجمله اللي حصلت والريسبونس بتاعها. اهم حاجه الحاله الثالثه ايه؟ It starts with the past perfect, the form بتاعه لو انتوا فاكرينه had plus past participle and the response, الرد بتاعه بعد كده او الشرط او النتيجه اللي هتطلع فيما بعد الشكل بتاعه بقى شكله ايه. يعني لنفرض اول if I had enough money, ويا ريت ناخد بن, انا بقول هنا had we said had twice, يعني had الاولانيه ده الفعل المساعد, had الثانيه التصريف الثالث للفعل بتاعنا. If we had enough money we might have gone to the zoo. معناها ايه الجمله دي؟ لو كان عندنا فلوس او لو كان معانا, ده الباست بتاع هاف, لو كان معانا فلوس كان من الممكن او كان من المحتمل ان احنا نروح الزو. تعالوا نشوف كده الجمله مكتوبه تحديدا قدامنا ونشوف كده الشكل الجديد فيها ايه, لان معظمكم بيبقى حافظ هي وود بس مش مدي احتمال ان ممكن تبقى نيجاتيف فورم. نشوف مع بعض. ادي التصريف بتاعنا هاد بلس باست بارتيسيبل, وبعد كده الرد بتاعنا وود اور وودنت, طبعا اخواتها معانا شود وعندنا مايت وعندنا كود وهاف بلس بارتيسيبل. نشوف كده مثال غير اللي انا قلته. If we had arrived, لو كنا وصلنا on time هنا يعني في الموعد المحدد او الموعد المطلوب, we could have, كان من الممكن ان احنا نلحق, could have caught the train. الجمله هنا معناها we didn't arrive, ما وصلناش في الموعد, so we missed, اكيد احنا فاتنا لانه بيقول لنا كان من الممكن could have caught. التصريف الثالث بتاعنا ناخد بالنا من كوت لان ده موضع فايند ميستيك يا مستر محمد. تمام. ممكن نكتب جمله بالكامل بالشكل ده. If we had arrived on time we could have, ويروح كاتب كده catch. كاتب هنا المصدر عادي. طالب ممكن ياخد باله من النص الاولاني لكن النص الثاني ما ياخدش فتفلت منه الجمله. عشان كده دايما بنقول try to read the sentence from the beginning till its last. We read on focused. نشوف مثال ثاني. ويروح عاكس هالي, مش لازم يبتدي لي بإف. She might have attended the party. كان من الممكن إنها تلحق أو تلحق أو تحضر البارتي. إمتى؟ If we had invited her. شكل جديد لإف. طبعا إف كله مستني تبقى جاية في الأول. لا, مش هتيجي في الأول. شايفين الكلام جاي من ورا؟ ففي الحالة ديت هنقول if أو she might have attended if we had invited. الجملة بالشكل ده جملة سليمة 100%, لكن هو ممكن يضحك علينا مستر محمد ويروح داخل لنا بكلمة unless. إيه قصة unless دي بقى؟ خلاص احنا اتفقنا من if, خلاص عرفنا شكلها العام. تمام. دايما unless بتدي a negative form أو الشكل or meaning بتاعه, يا شكل النيجاتيف يا المينينج. إزاي؟ unless we had, بالراحة كده معناها إذا لم, unless we had eaten, إذا لم نأكل our food, ده السؤال دوت لأطفالنا الصغيرين. Unless we eat or we had eaten our food we might have caught, المرة دي في كوت يبقى train, لا, cold or disease. معنى إذا لم نأكل الأكل بتاعنا
ربما كان من الممكن ان احنا نصاب ببعض الامراض. يا ريت نبقى واخدين بالنا المعنى بس، انا مش عايز الطالب يحفظ يقول اس خلاص هي هاد وتصريف ثالث يبقى الناحيه الثانيه الشكل ده مايت هاف واي تصريف ثالث. لا، the most important thing the meaning، لازم نبقى واخدين بالنا المعنى شكله ايه. يا ريت نبقى واخدين الشكل العام وكمان معنى الجمله في جمله زي كده find the mistake لو كتبناها بالشكل البسيط ده. قبل نكتب مستر عصام فايند ذا ميستيك نحاول بس نركز على ملخص اللي قاله مستر عصام احبائي. دلوقتي احنا شفنا تايب 3 الحاله الثالثه في اف بالتاكيد اكسبريسز امبوسبيليتي بتعبر عن استحاله، يعني دايما بتعبر عن شيء خلاص وقته تم وانتهى ما عادش فيه امكانيه لعمل هذا الشيء. زي ايه بالظبط؟ لما نقول مثلا if I had phoned علي he would have known the news. If I had phoned، لو كنت اتصلت بعلي، he would have known the news، كان عارف الأخبار. معنى كده I didn't phone him and he didn't know the news. يبقى تركيب الجملة بتاعتي من الثلاث أجزاء بتوع if، شفنا الكونكتور if وشفنا الاستيمولس بعدها أو جملة فعل الشرط بتبقى دايما past perfect had وتصريف ثالث. وكمان عندي response أو جواب الشرط بيبقى عندي would could أو might، وبعد كده دايما بعدهم have plus the PP or the third conjugation of the verb، التصريف الثالث للفعل. مرة تانية شفنا مستر عصام مشكورا نستخدم لنا الفيرب نفسه have بمعنى يملك في الجملة. ده ما يمنعش نستخدم قبليه كلمة had كمان عشان تبقى auxiliary verb. بيقول لي if I had had enough money، if I had had enough money. لاحظتوا ان had التانية هي الفعل الأساسي بمعنى يملك، لكن الأولى بمعنى فعل مساعد بيساعدني في تركيب الزمن بتاعي. If I had had enough money، لو كان معايا فلوس. Last year، خلي بالكوا أحبائي، الكلام ده بيعبر عن شيء في الماضي خلاص. If I had had enough money I would have bought a new house. I would have bought a new house، كنت اشتريت منزل. تمام؟ طيب لاحظوا كمان ان احنا عندنا في بدائل لكلمة if، ولكن ممكن بتبقى صيغة نفي زي ما خدنا دلوقتي كلمة unless. اذا كان if بتبقى affirmative فواضح ان unless بتبقى negative. طبعا الاثنين دايما بعديهم close بعديهم جملة. لو قلت مثلا unless I had had enough money، لو لم يكن معي، لاحظوا لو لم، unless I had had enough money I wouldn't have bought، I wouldn't have bought a new house. معنى الجملة هو اللي بيفرق. تمام؟ يعني لو لم يكن معي مال ما كنتش اشتريت. معنى كده I had enough money، كان عندي فلوس، and I bought a new house، واشتريت منزل. عايزين مستر عصام مشكورا دلوقتي تلقينا الضوء على without و but for وعلاقتهم if unless، ولو جه الكلام ده find the mistake اتفضل. تمام، بس يعني هنستسمحك بس ناخد ثانيه اتفضل تاكيدا على الجمله اللي فاتت. لو بصيتوا معايا كده في جمله الفاينل ميستيك عشان ما حدش يقول احنا خلاص حفظناها كده. If they had played well، لو كانوا لعبوا كويس. They wouldn't have won the match. الجمله الاول شكلها بيقول انها مظبوطه، لكن هنا المقاس، هنا المعنى. يا ترى هي wouldn't كنفي مكانها صح؟ يعني لو جينا نترجم if they had played well، لو كانوا لعبوا كويس، they wouldn't have won the match، ما كانوش كسبوا المباراه. الا طب يا مستر ما انت قلت لنا كده الجرامر كويس. جمله سليمه بس المعنى حبيبي مش مجرد الجمله بس. طيب انا دلوقتي جمله فاينل ميستيك تتعمل ازاي؟ عشان احنا دلوقتي بنقول انها عليها درجه كامله اهي. الدرجه ديت دلوقتي عشان نظبطها انا لازم اكتب الميستيك عشان اضمن اولا نص الدرجه بتاعت السؤال والكوريكشن بتاعه ان شاء الله يا ربنا وفقنا يبقى جايبين، يبقى ضمننا الدرجه كامله. اولا حدد لي try to intensify where is the mistake، هي الغلطه فين الاول؟ خلاص احنا وقفنا على هنا، الغلطه في ايه الشكل؟ يبقى wouldn't. تمام، يبقى انت كده فاهم او انت كده ملاحظاها. يا ترى الكوركشن بتاعها هيبقى ازاي؟ يبقى انا لازم اشيل النفي عشان المثل يمشي كويس. يبقى هقول هنا would if they had played well they would have won the match. طلب يا مستر محمد يسالوا انا متعود يا مستر ان انا اكتب الجمله كامله. تمام اوكي مفيش مشكله، بس فرضا لو انت كتبت الجمله كامله واكتفيت بكده والغلط ما طلعتوش صح، لا هتبقى مشكله. ما عملناش حاجه في الحاله ديت، يبقى احنا خسرنا درجه كامله. يبقى مبدئيا نكتب المستيك. تمام، تعالوا بقى نشوف طلب مستر محمد بنحدد ايه. عايزين نفس الجمله مستر عصام نستخدم عليها كلمه without او كلمه but for. تمام. وهل يا ترى is there any difference between the two connectors without and but for or not؟ نشوف كده with و without لوحدهم الاول.
تمام. هي with معناها ايه وwithout معناها ايه؟ with معناها بي او بواسطه، without معناها بدون. نشوف كده الجمله لو واحده فيهم اللي جايه، هقول with with، طب خليها without بقى عشان نكمله. without hard work معناها ايه؟ بدون العمل الجاد. هي شكلها هتيجي ورا شكل يعني لحد ما في نفي. without hard work we wouldn't have got high marks. الجمل هنا معناها بدون العمل الجاد او الاجتهاد في العمل. ما افتكرش الواحد ما بيجتهدش ومش هينجح، لكن هو بيقول لي بدون العمل الجاد we wouldn't have got، لن يمكن لنا او لن نستطيع ان نصل. ما كناش قدرنا عشان نتكلم عن شيء في الماضي. يس. تمام. طب ايه رايكم لو غيرنا الاوت دي وقلنا with؟ طالب ذكي شويه يقول يا مستر انت كده غيرت الجمله للاثبات، اقول له برافو عليك. with hard work بالعمل الجاد او بالاجتهاد في العمل، اكيد هنغير المعنى. we would have got، مش هنقول بقى high marks، هنقول top marks ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يبقى الجمله هنا معناها مش مجرد بس الشكل، يقول لي بالعمل الجاد with we would have got top marks. ويمكن الاسئله اللي زي كده بسيطه جدا لكن بتحمي في طياتها الاختبار للمعنى. نشوف الجمله شكلها ايه. طالب يا مستر انا شفت مره جمله بالشكل دوت ولغايه دلوقتي متحير فيها. had they played well، وقف لغايه هنا بس مش هنكمل. هو مش المفروض يبقى فيه هنا if؟ احنا متعودين يبقى بره في if they had played well. اقول له احنا متعودين، بس هو بدل حط had بره قبل صيغه الفاعل بتاعنا، اكنه خلاها كده inversion كده. had كده خدت شكل if حاله ثالثه. اقول له طيب واحده واحده كده، انت مش متحار فيها ولا حاجه، بس انت مش متعود تبقى الجمله فيها had. طب ما تسال ايه افضل. معانا ايه من الفيوم. اهلا يا ايه. ازاي حضرتك يا مستر؟ الله يسلمك. اخبار الانجليش عندك ايه؟ كويس الحمد لله. تمام. طيب ايا شايف دلوقتي هنناقش قاعده اف الوحده السادسه مستر عصام وانا، ودلوقتي عايزين مستر عصام بيسالك بقى امتى انا احط هاد مكان اف؟ امتى بستخدم هاد مكان اف؟ لو مفيش فاعل. لو مفيش فاعل زي بقى. طب ممكن تبقى لمستر عصام كده مثال؟ طيب نريد كده مثال كده يا ايا. ايه؟ ادينا مثال كده على الكلام بتاعك. لا اصل انا كنت واخداها على الحاله الثانيه اللي هي لما كنا بنحط وير مكان اف. طيب ماشي، هو كويس انك فكرت مستر عصام بحاجه كان هينساها دلوقتي. طيب ادينا برضه مثال كده على استخدامك لكلمه وير مكان كلمه اف في الحاله الثانيه. لا ما انا مش عارفه المثال دلوقتي. طيب مستر عصام اللي هيديك المثال. بصي يا انت متابعنا على التلفزيون يا ايه؟ يا مستر. طيب بصي كده هقول جمله بسيطه كده. if they went to the party، لو كانوا ذهبوا الى البارتي. الحاله الثانيه دي طبعا يا ايه ماشي؟ ايوه. they might، في تريك صغير كده هعمله معاكي كده واخليكي معايا. they might have some fun. اولا الجمله دي الحاله الثانيه ولا الثالثه؟ حاله ثانيه ولا ثالثه يا ايه؟ لا دي حاله ثانيه. تمام. عشان ايه بقى؟ عندنا اف عندنا باست سيمبل، والناحيه الثانيه وود والمصدر. مستر عصام حط لك هاف عشان يقول لك لا مايت هاف تصريف ثالث. لا هو هاف هنا الفعل الاساسي، مايت وايه والمصدر. تمام. طيب ايه بقى يا مستر اسامه انت عايز ايه من ايه بقى؟ خليكي بقى معايا ايه، احنا الجمله هي خلاص اتفقنا معاك دي الحاله الثانيه. تمام. نبتدي بوير كده، يا ترى نعملها ازاي؟ جاوبي. ها معلش مش فاكره الجمله بس هفكرك بيها كويس. الوير دايما بيبقى جاي وراها السبجكت بتاع الجمله preceded by two infinitive. افتكرتي كده؟ اوكي تعالي بقى. يبقى عندنا وير فاعل تو مصدر، وير فولود باي ذا سبجكت ذن تو بلس ذا انفانتيف. يعني المفروض ان هي هتبقى وير ذي. ايوه وير ذي تو جو. يس رايت. وير ذي تو جو، وير ذي تو جو، وتكملي بالظبط. تمام زي الفل. واضح احنا شاطره مستر عصام. لا تمام يا ايه برافو عليك. طيب نسمع سؤالك بقى يا ايه اتفضلي. طب انا كان عندي سؤال فاينز مستيك وسؤال ترجمه. اتفضلي. طب هو الفاينز مستيك بيقول الفرد الفريد فرج الفرد فرج از ا فيموس ايجيبشن بلاي رايت. تمام. كلمه بلاي رايت مكتوبه عندك خطا، هتملي مستر عصام السبيلنج بتاعها. تمام از ا فيموس
از ار فيموس ايجيبشن ايجيبشن. مالينا بقى كلمه بلاي رايت مكتوبه ازاي؟ هي مكتوبه كده عندك. مكتوبه كده. انا عايز بس تفهم هي مكتوبه كده عندك صح؟ اه باين عندك على الشاشه بي ال اي واي. ايوه هي مكتوبه كده. والصح بتاعها بدل رايت هتبقى دبليو ار اي جي اتش تي. طب ما انت عارفه شطوره اهو. برافو عليك. تمام. يبقى الخدعه بتحصل لمصر اصلا دايما ان الطلبه بياخدوا ان كاتب مسرحي زي الاستاذ الفريد فرج بيكتبوا طبعا بلاي رايت بي ال اي واي بعين ان هي طبعا مسرحيه، بيكتبوا كلمه رايت بمعنى يكتب دبليو ار اي تي اي، ولا تنفع حتى بلاي رايتر. الصح بتاعنا زي مستر عصام مشكورا كتب لنا دبليو ار اي جي اتش تي بلاي رايت. طب الترجمه بقى يا مستر. يس اتفضلي. لقد نجحت وزارة السياحة في اجتذاب الكثير من السياح، ونتيجة لذلك فقد ازدادت. بيكتب يا آية. آية. لقد نجحت وزارة السياحة. أيوة. في اجتذاب الكثير. في اجتذاب الكثير. من السياح. من السياح. ونتيجة لذلك. ونتيجة لذلك. فقد ازداد الدخل القومي لوطننا. We hope so. والله نتمنى ذلك يا آية. فقد. إيه؟ نتمنى نتمنى كده يعني نتمنى. ونتيجة لذلك فقد زاد الدخل القومي لوطننا. صح كده؟ تمام. حلو قوي زي الفل. وحاجة متوقعة يا مستر عصام. حلو قوي كلام آية. إن شاء الله. طيب يا آية تابعينا كده وشوفي الإجابة مع مستر عصام. اتفضل. طبعا يا آية يعني عندنا كلمة نجحت كلنا هنقول سكسيد. تمام مفيش أي مشكلة. بس هي اقترح كلمة لقد الستارتر بتاعت الجملة دخلة الكلام شكله إيه؟ هو اللي بيقول لي الزمن بتاع الجملة. لقد احنا دايما متعودين تبقى present perfect or past perfect. خلينا في present perfect الاول. تقول لي لقد نجحت وزاره السياحه. خلاص عرفنا وزاره السياحه كلمه ministry of ايه؟ لو احنا فاكرينها كده of tourism. مهم جدا السبيلنج بتاعنا ministry m i n i s t r y. تاني عشان اللي بيكتب ورايا m i n i s t r y ministry of tourism t o u r i s m. طيب اجتذاب كلمة اجتذاب دي عشان يدوروا عليها هتبقى صعبة شوية. طيب ما احاول اجيبها كفيرب كلمة يجتذب او يشد انتباه حد يبقى attract. attract a lot of واي باينة خالص الكثير من السواح طبعا. ونتيجة لذلك يمكن هي هنكتبها بس واحدة واحدة بس نفصصها لكم. نتيجة لذلك هنقولها ازاي؟ that's why لو حد فاكر الكلمة دي او consequently نكتبها بالراحه كده. ماشي بس عشان طالما الكلمه بقى ايه consequently عشان ايه ما يقولوش بقى ان احنا بنطلع عربي. اوكي consequently. فلقد ازداد الدخل. تاني ازداد طبعا هنقول ده increase. احنا ليه بنعمل كده؟ ده درافت. ايوه بنجهز الكلمات اللي عندنا. عارفه الكلام ده نزلوا الكلمات صعبه الاول. الدخل القومي طبعا كلمه national income. Yes. طبعا آية كده قاعدة معانا. تعالوا بقى نربط الكلام زي ما هو مكتوب كده بالترتيب. هو إن كان على آية فآية بتشوفنا دلوقتي في التلفزيون ومعانا محمد من أسيوط. محمد ممكن كمان تقول لنا مستر عصام. محمد إزيك؟ السلام عليكم. إزيك يا مستر عامل إيه؟ وعليكم السلام. إزيك يا مستر محمد؟ الله يسلمك. تمام. مستر عصام. أهلا حبيبي. يا ريت تعلي صوتك شوية. أنا عندي كان سؤالين اختياري. لا لسه الصوت يا محمد أنا عارف الصوت جاي من أسيوط يعني بعيد شوية لكن علي الصوت شوية كمان. انا عندي كان سؤالين اختياري. طيب احنا عايزاك قبل اسئله التشويسز بتاعتك تكتب الجمله مع مستر عصام. هو مشكورا مستر عصام اداك كل الكلمات الصعبه. تمام. عايزك بقى انت تكون جمله. شايف هتشوف الكلام حالا دلوقتي قدامك على الشاشه. تمام. وعايزك تملينا جمله كامله بقى. هبدا بايه؟ هبدا بكلمه سكسيد ولا ابدا بكلمه the ministry of tourism؟ the ministry of tourism. تمام. اكتب مستر عصام مشكورا معاه. طيب اوكي ايوه ماشي. هذا اكتب الجمله بتاعتك معاك كده. قول has attracted the ministry of tourism has attracted to ايوه the ministry of tourism بس نناقش بقى كده ايوه has managed to attracted دليل العربي معاك. هو سامع الجمله؟ لا ما هو لقد نجحت وزاره السياحه في اجتذاب الكثير من السياح. a lot of tourists. تمام. a lot of tourists. برافو عليك. ونتيجة لذلك اكتب تورست الاول. ونتيجة لذلك فقد ازداد الدخل القومي لوطننا. And this lead to صح الراجل ده ممتاز قال لك and this lead to this
increase our national income. Increase our national led to an increase in our national income. Great. ممتاز. راجل زي الفل. يبقى واضح كده ان الجمل التشويسز بتاعتك هتبقى جمل يعني افكتيف اكتر. تمام. هنشوف الجمل بتاعتك. تمام يا محمد. Our heart. اول جمله يا مستر عصام. اول جمله find a mistake. أي. لا لا. لا اختياري. تشويس. ماشي. If our heart. If. Our heart. Our. Heart. Yes, heart. Heart يا محمد. ماشي تفضل. Stops working. Stops. Working. Working. This soon. This. This mouth. آه. Death soon. بعدين نقر. طبعا انت عايز هنا follow, follows وحاجات زي كده. أي. Okay. Follow. Be well. Follow. Follows. دي would follow مش كده التشويس اللي عندك؟ ايوه. جميل. بص يا محمد احنا كنا لسه بنتكلم في الزيرو كيس الحاله اللي هي تتعلق بالستاتيك فاكت الحقائق الثابته. هو بيقول هنا if our heart stops في حاله ان يتوقف القلب النتيجه الطبيعيه لكده ايه؟ ما في حاجه ثانيه غير ان لا قدر الله الوفاه تحدث. عشان كده بيقول لك death soon. شوف الكلمه الجميله دي فيها بلاغه. سريعا ما يعقب الوفاة يبقى death soon follows. دي الحل بتاعنا لان احنا بنتكلم على شيء ان حصل ملوش بديل تاني غيره بمجرد ما القلب يتوقف بيعقبه الوفاة مباشرة. دي حالة الزيرو كيس يا محمد. معايا؟ ايوه معاك. اوكي. طب الجملة التانية the story which was written which was written as a radio play. As a radio play. Nugget. A radio play. Nugget. Space. The great hero. The great hero. Called ولا calling ولا call ولا was called. آه. أنا بقى إيه. Called. Called. يعني ده في التشويس. أيوة. أي. Called. Was calling. Was calling. ايه كمان؟ كود وكولينج وكول. كول بس. كول بس. Was cold. Is. Was cold. Was cold. Was cold. Okay. Yes. بص يا محمد خليك معايا. هو لما يقول لي الجملة بالشكل دوت the story which was written تحديدا القصة التي كتبت as a radio play كمسرحية للراديو. The great hero. هي اسمها ايه؟ يعني القصة نفسها اسمها ايه؟ cold ولا was cold؟ انت واقف على ايه فيهم؟ تبقى cold على طول. تمام؟ معنا يا محمد؟ أيوة على معك. اساس اوكي يا محمد. على اساس ان احنا بنقول ايه بقى؟ the story اصلها the story cold كذا. تمام؟ the story cold. تمام؟ تمام. القصة تسمى او تدعى. تمام؟ تمام. او مثلا the story cold واروح مثلا اسم المسرحية زي ما قلنا زي the mouth trap او the mouse تراب بتاعت اجاثا كريستي. وطبعا الجمله اللي في النص دي جمله اعتراضيه يا محمد. اوكي. طيب عندك كمان سؤال في التشويسز كمان؟ لا شكرا. طيب عموما نورتنا يا محمد وكل طلاب اسيوط. ونرجع تاني مستر عصام نستكمل الجزء الخاص ب اف وكنت اتكلمنا على استخدام هاد مكان اف. اتفضل. طبعا احنا حطينا هاد لو انتم فاكرين نكتب جمله تاني اف وي هاد started وكلنا ان شاء الله نذاكر كويس حتى كل الكولرز النهارده شكلهم كويسين يعني. تمام. If we had started well لو كنا ذاكرنا كويس على التست طبعا we might have got a top mark كنا جبنا درجه افضل من كده. ايه رايكم لو غيرنا وطلعنا هاد دي بره؟ ازاي؟ هتستعملها اكنها اف بالظبط. يعني لو انا طلعت had انسى بقى اف had we studied الجمل اللي زي كده تبقى محتاجه شويه تركيز يا اولاد لسبب انه ممكن يكتب لي جمله هاد بره ويروح كاتب لي هنا ستادي بس ستاديز ستادينج. فلازم ابقى واخد بالي من الحاجات الصغيره دي. دي تريكات بسيطه ما تعديش علينا. وي مايت طبعا ملاحظين ان دايما الرد اللي ورا ما بيتغيرش. وي مايت هاف جوت مايت او كود او كود. اوكي. طيب معانا منى مستر عصام من حلوان. اهلا يا منى. دي صديقه البرنامج باستمرار. منى هاي. سلامتك يا عصام. اهلا يا منى ازيك؟
هو انا كنت عايزه الباسف والاسيف بالفاينلز بيقولوا ازاي؟ لا لا واحده بواحده كده يا منى. الباسف والاكتف في الفاينلز ميستيك يقولوا ازاي؟ اكتف وباسف في الفاينلز ميستيك. تمام حاضر شكرا كريم. يا منى كده يعني تابعينا بقى من التلفزيون. اولا كلمه باسيف هنا هيسالني في حاجه من اثنين او هيعمل لي تريك في حاجه من اثنين، يا اما فيرب تو بي مش راكب صح مع الجمله، يا اما الطبيعي التصريف الثالث مش مظبوط معاه. نشوف جمله زي كده. They have been gave a present at work. يعني هم اعطيوا هديه في العمل، حد اداهم هديه يعني. have وبين شغاله تمام لغايه هنا تمام قوي، بس هو التريك وقف عندي هنا. هو متعود ان دايما يقول لي انا هلاعبك في فيرب تو بي، لا المره دي هو لعبني في التصريف الثالث. هو ناقص هنا تصريف ثالث، لان احنا متعودين دايما يبقى الباسج بتاع او الباكج بتاع الباسف عموما المفعول في الاول ورا فيرب تو بي، لازم دي تبقى given. يعني الصح بتاعها they have been given a present at work. بالعكس ده ممكن نغير الجملة دي خالص ويقول هنا they has been given a present وبرضه تكملتها at work. المرة دي كاتب لي given صح وتصريف تالت لبين صح، لكن هو جه على ديت وقال لي has. طالب لو مش مركز كويس او مش حاطط عين وفي وسط رسمه بنقول اكيد هتفلت دي منه. الغلطة اهي غلطة بسيطة جدا have been. طيب استنى يا مستر عصام نشوف انت منا لسه معانا ولا لا. الو منا مشيت منا. طيب هنشوف مستر عصام مثال كده نوضح برضو لمنا وزميلها. لو قال لي مثلا she told to write the composition او the essay اي كلمه she told to write، يا ترى بالنسبه لنا هنا الجمله where the mistake، فين الخطا بتاعنا؟ الغلط اللي زي ده لازم يطلع بعد ما ترجم، يعني كمان. لازم اترجم الجمله لما اقول أيوة. هنا شي هي تولد اخبرت مين؟ ايوه قالت لمين تو رايت ذا كومبوزيشن. طالب يقول لي يعني لو انا قلت شي تولد علي تو رايت ذا كومبوزيشن ماشي طيب انت فلتت منها مفيش مشكله، لكن لما يقول لي هنا شي تولد يعني هي قيل لها ايوه قال لها، يبقى انا عندي قصه فيرب تو بي هنا ما اتظبطش معانا. يبقى في الحاله دي لازم تقول شي ووز تولد. تمام. طيب يا مستر لو انا قلت is told ماشي يا سيدي مش هنقول لك لا. تمام يعني الفكره هنا يا مستر عصام ان الفيرب told لازم يكون بعديه مفعول بالظبط. مفيش مفعول وجالني تو يبقى هو كان اصلا passive voice. زيه برضو verb invite، لو قلت مثلا we invited هنكتب مشكورا، نكتب we invited to the party مثلا last week. we invited to the party last week، يا ترى الخطا فين؟ جميل الكلام. تمام. لما يقول هنا we invited to، هنا كلمة invited to يعني دعية إلى. تمام. إحنا اللي دعينا إلى. وكاتب لي هنا last week يعني بالعربي كده مستحدد لي زمن، عايز زمن معين. تمام. يبقى هنضطر نركز تاني verb to be نمرة واحد مش موجود يا أولاد. يعني أنا عندي تصريف تالت تمام، verb to be ده اللي ناقص. فاضل يتظبط حسب شكل الكلام. يا ترى past symbol اللي هيمشي معايا هنا verb to be شكله إيه؟ أنا عندي yeah was يا وير. طالب يقول لي ممكن اشتغل بقى في ام ويز واقول لا ما ينفعش لان هو قافل لي الجمله على اللاست ويك. في الحاله دي هقول وي الكلام الجديد بقى وير انفايتد. يا ريت نبقى واخدين بالنا ويا ريت منا تكون متابعانا عشان تبقى فاكره كويس قوي. أيوة. ايه النقطتين المهمين في الباسيف فيرب؟ يبقى لاحظنا ان الفيرب زي كلمه تيل او فيرب انفايت دي اصلا ترانزيتيف فيربس افعال متعديه، يعني محتاجة دايما مفعول، لا يزم يكون بعدها الشخص. لما قال مستر عصام we invited كان ممكن تبقى معلوم لو we invited so and so عزمنا فلان، لكن ما فيش حد مكتوب عندي فقلنا we were invited احنا اللي دعينا to the party last week. تعالوا احبائي سريعا كده نبص اطلالة على الكلمات الموجودة في الوحدة بتاعتنا ونقرأ مع بعض listening text. هنشوف مع بعض على الشاشة حالا النص بتاع الوحدة الستة بيقول لي the importance of trees أهمية الأشجار. لاحظوا the importance كلمة importance noun، أنا عندي طبعا adjective important. تمام. the importance of trees أهمية الأشجار، وطبعا ده ممكن يجيني موضوع to write a composition نكتب موضوع تعبير على الكلام ده. هنشوف حالا دلوقتي listening script. قبل ما نبص على listening هنشوف a picture or a painting of a tree، في صورة كده لشجرة عندي.
هنشوف الاجزاء الهامه في الشجره. الجزء اللي فوق كله ده بنسميه بارتس او بنسميه كراون، يعني الجزء اللي هو طبعا فيه بقى فيه برانشز، فيه اغصان، فيه ليفز، اوراق، بنسميه كراون، التاج بتاع الشجره. الجزء الخشب في الشجره او جذع الشجره، as you can see it is called trunk. trunk trunk نفس الخرطوم بتاع الفيل، نفس الكلمه trunk. لو شفنا ورقه واحده بنسميها طبعا ليف، ال اي اي اف، ليف، تمام. وممكن نقول الجمع طبعا على طول ادام منتهيه باف هتبقى ليفز، ليفز يعني اوراق. عشان كده بنقول let's turn over a new leaf، يعني دعنا نفتح صفحه جديده. turn over a new leaf الجمع كلمه leaves. عندنا كمان كلمه branch، branch غصن او فرع، ومش بالضروره تبقى للشجره بس، ممكن تبقى a branch of a company or a branch of a bank، يعني فرع او يعني مكان اخر لشركه او مثلا اي مؤسسه. عندنا بقى الجزء اللي موجود under the surface of the earth، تحت سطح الارض، بيبقى دايما the roots. the roots أو root system اللي هو نظام الجذري او الجذور بتاعه النبات، طبعا دي مهمتها to hold the tree firmly، طبعا بتمسك الشجره بثبات في الارض. ونلاحظ طبعا ممكن يكون في قشره خارجيه للشجره بتغطي الجزء بتاع الترانك ده، بنسميها طبعا بارك، بارك قلنا لحاء الشجره، تمام. هنشوف النص كده، في حوار بين بريزنتر مقدم البرنامج ومعاه ضيفه his guest بروفيسور بيتش. بنقول in today's natural world professor Jeremy Pitch is going to answer the listeners questions about trees. لاحظوا واضح كده ان الحوار ده بيتم in a radio station او radio studio. ليه؟ عشان بيقول the listeners questions، يعني لو جانا ده من دايلوج هيبقى معروف البليس بتاعي مكان طبعا زي راديو ستيشن، محطة راديو. ولكن لو قال لي to answer the viewers المشاهدين، اكيد على طول هيبقى عندي تي في ستوديو، تمام. ويلكم تو ذا بروجرام. عندنا بروفيسور بيتش بيقول هلو، المقدم بيقول كان وي هاف بوث، يعني كلانا انا وسيادتك يا مستر أو يا بروفيسور بيتش نتلقى أول سؤال the first question. الأول اتصال عندنا في ميل كولر، المتصل عندنا في ميل على طول عكس كلمة ميل، عارفين في ميل يعني أنثى، بتبدأ تقول hello I'd like to ask. لما بقول I'd like to بتبقى بالتأكيد request، طلب، تمام. ده بالنسبة لو بنكتب function. I'd like to ask the professor about the tallest tree in the world. Where is it and how tall is it? Where is it and how tall is it? لاحظنا كده مستر عصام بيسأل يقول لي how tall. تفتكر لو حطينا في جملة زي كده كلمة what هيبقى الكتاب عندنا ازاي؟ ولكن قبل ما تجاوبنا مشكورا، عندنا لسه محمد كمان من أسيوط. أنا محمد. محمد لسه موجود؟ طيب هنرجع لمحمد بعد كده مستر عصام. فرق لنا دلوقتي امتى بستخدم هاو وامتى بستخدم وات. اوكي، هي سهله جدا. عفوا، انا طبعا لما يجي لي سؤال بهاو، هاو هنا معروفه يعني كم عمرك، زي ما احنا متعودين هاو اولد ار يو، تمام، هاو فار از ات. طيب وات هنا لما نغير هيبقى برضو كيف او كم، بس الشكل العام بتاعها هيبقى شكله ايه. ما حدش يقول لي مستر احنا متعودين وات هنا ماذا وخلاص. لما يتكلم هنا preceded هاو تحديدا باي ان ادجكتيف، يجي وراها صفه محدده. في الحالة بيقول لك how old are you, how tall is this thing, how big is this room. شايفين احنا بنتكلم على ايه؟ على صفات، tall, big, far, deep، صفات عادية جدا. لما يغير لي من how ل what، what هنا تحديدا بتتكلم على الناون اللي مرتبط بنفس الصفة، ما بجيبش اي حاجة من بره. يعني لما يقول لي how old are you، طيب هتجاوب سؤال السؤال بتاعك ده بوات، لكن علياء من اسيوط. علياء اهلا بيكي. أنا صاحبة حد في الله يسلمك. مستر أسامي عليها بيسألك بيقول لك how old are you, you are not supposed to answer، مش هتجاوبين على سنك تاني، عارفين أكيد 17 سنة، تمام. how old، لو عايز أحط كلمة what يا عليا في نفس الجملة بتاعت how old are you، هقول what إيه؟ what is the age of. great، ممتازة. طبعا كل بنات أسيوط رائعات والأولاد كمان.
فبتقول لي وات ايج. لاحظ يا مستر عصام ان عليا بتقول لنا ان بعد وات دايما بستخدم الاسم وات ايج، زي ما كانت هاو اولد بقت وات ايج. ولكن السؤال دلوقتي لو قلنا هاو تول از ذا تري، تفتكري يا علياء هتبقى وات ايه؟ هاو تول وات از ذا هايت اوف. رائعه ممتازه. انا حاسس ان الخط قطع مستر عصام، ولكن هي بجد رائعه. قالت لي يا جماعه ان كلمه تول هتبقى هايت. طب ما حد ممكن يسالني كلمه هاي هتبقى ايه؟ هقول له نفس الكلام هايت. يعني تول وهاي كصفات الاسم على طول كلمه هايت. عارفين كلمه تول عكسها كلمه شورت، وعندنا كلمه هاي عكسها كلمه لو ال او دبليو. طبعا الاربع كلمات دول او الاربع صفات الاسم واحد هو كلمه هايت، ولكن السبيلنج بتاعها هيبقى مختلف شويه. اتش اي اي جي اتش تي، الارتفاع او الطول. سؤالي بقى لمستر عصام، امتى بستخدم كلمه تول وامتى بستخدم كلمه هاي؟ طيب. يعني ينفع اقول تول تري زي ما بيقول لي، وينفع اقول تول بيلدينج ولا لا؟ هو احنا بنستعمل دايما احنا بنستعمل هنا تول هنا في الغالب عشان الاشخاص، يعني مثلا هي از ا تول بيرسون، شي از ا تول يانج ليدي، يعني احنا بنتكلم على بني ادمين يعني هيومن بينجز. لكن ما ينفعش ادخل تول مع اشكال زي بيلدينج. This is a very high building. تمام. المبنى ده مبنى عالي. This is or the pyramids are very high. ما بنقولش عليها تول. طيب. لان المقصود هنا المقياس بتاعها في الطول. طب احنا بنشوف يا مستر عصام احيانا بنلاقي كلمه تول بيلدينج، ليه بقى؟ بيقولوا لنا دايما ان احنا الحاجات الثوابت عموما في الحياه بتاعتنا زي الجبال كده، فبنقول هاي ماونتنز، هاي ماونتنز. وكمان عندنا البشر عموما بنقول تول، تول بيرسون او تول مان، رجل طويل. تمام. يبقى البشر عموما تول، والجبال حاجه ثابته بنقول هاي. لكن اي شيء تاني بيبقى صغير وينمو بيعلى. تمام. المبنى ممكن بيبقى دور ويبقى اثنين وثلاثه، فممكن حسب النظره بتاعتنا ممكن نقول هاي بيلدينج او نقول تول بيلدينج. اوكي. كمان عندنا كلمات زي كلمه تري، واضح ان الشجره ككائن حي برضك بيبقى صغير وبينمو بيكبر، عشان كده نقول a tall tree زي ما مكتوب في النص بتاعنا a tall tree. وممكن تبص من فوق تقول a high tree. Both right. اوكي. طيب هتكمل لنا بقى مستر عصام، بيقول لي how tall is that. تمام. ليه ما قالش how tall it is؟ يا ترى في فرق لما استخدم الجمله بالمنظر ده، احط الفيرب قبل السبجكت والسبجكت قبل الفيرب، ليه علاقه بالدايركت والاندايركت ولا لا؟ تمام. الاول نقول لهم خدوا بالكم من السؤال دوت. could you tell me how tall is that؟ احنا متعودين المفروض هنا how tall is that، ده السؤال التقليدي how tall. انا جبت الصفه خلاص وحطيت الفعل قبل الفعل. ايه القصه هنا بقى؟ could you tell me how tall is that، هي كده تعتبر سؤال ولا هو لغايه هنا ده السؤال؟ تمام. يعني الجزء الاولاني could you tell me، could you tell me خلاص هو حاطط لي كود قبليها، المفروض ما بعد ذلك يبقى جمله، ما يبقى صيغه سؤال. يعني تمام. في الحاله ديت could you tell me لغايه هنا ده السؤال، انتهينا منه. ايوه، عشان كده هيبقى في علامه استفهام في الاخر مستر عصام. ايوه تمام. how high this building is، بصوا الجمله is في الاخر. طالب يقول لي يا مستر انا المفروض احط is هنا ورا how high is this building. هقول له لا، ما انت خلاص حطيت لي السؤال اهو. ايوه، السؤال بتاعك كمل الناحيه دي. ما يعقبه يبقى الجمله عاديه جدا، وعلامه الاستفهام دي جايه بره. لو قدم اذا تبقى خطا تبقى خطا. تمام. يبقى فاند ميستيك. يبقى معلش خليها الجمله دي يا مستر عصام قدامك كده، بس عشان احبها نقراها تاني، نقراها معلش تاني كده ونركز فيها ونوضح النقطه في ايه. could you tell me how high this building is. خدتوا بالكم ان هي جايه في الاخر. تمام. لان صيغه السؤال خلاص كملت لغايه هنا، ما ينفعش احط سؤالين في نفس السنتنس او نفس السيكونس بتاعنا. وما ننساش طبعا علامه الاستفهام تبقى في الاخر، لان ممكن تبقى نقطه وحد يقول لي دي يمكن خطا في الطباعه ولا حاجه. مشكور مستر عصام. هنكمل مع بعض احبائي النص بتاعنا، وشفنا ان عندي بريزنتر مقدم برنامج، وعندي بروفيسور جيرمي بيتش، وبنتكلم على the importance of trees. تمام. كان عندنا فيميل كولر، واضح عندي على الشاشه حالا دلوقتي، بتقول هلو I'd like to ask the professor about the tallest tree، اطول شجره in the world، where is it and how tall is it. الرجل على طول رد علينا وقال لنا the tallest tree in the world is a giant
سيكويا. قلنا الجاينت عملاق ضخم، وطبعا نوع من انواع الشجر هو شجر سيكويا. And it is in California. لاحظتوا it apostrophe s هنا، it is انها تكون في كاليفورنيا. It is 83.8 meters tall. ولاحظوا ان انا بعد الرقم بستخدم الصفة، لكن ممكن اكتب in height، يعني ممكن اشيل كلمة tall واكتب in حرف الجر preposition in وعندي بعدها طول كلمة height H-E-I-G-H-T. Scientists say it is between 2,300 and 2,700 years old. كمان الناس تشيل كلمة old وتحط لي in age. In age بعد الرقم بكتب صفة ولكن اكتب in والاسم. Presenter, that is incredible. لما بتسمع طبعا شيء غريب وتقول لي ان عمر شجرة من 2300 سنة ل 2700 اكيد something surprising، شيء مذهل. فممكن تقول لي على طول that is incredible, that is amazing, good heavens, wow, is that old. كل دي اجابات to show surprise، بتبين مدى الاندهاش او الانبهار. Now let's move on. Move on احبائي، ننتقل الى او نسمع the second caller، المتصل التاني. عند هنا boy caller بيقول لنا hello I know a tree's leaves. واتفقنا ان كلمة leaves countable، noun اسم يعد، كان المفرد بتاعنا كلمة leaf، تمام. بتساعدنا help it to المفروض to take not yes to take in light. take in بمعنى absorb، تستوعب، بتاخد الضوء من the sun من الشمس. يبقى معروف ان اوراق الشجر help it help the tree to take in. take in verb مهم جدا بالنسبة لنا، بمعنى absorb يعني يمتص light الضوء. نعرفين طبعا كلمة light الضوء هنا ممكن تبقى light او a light مصباح، ممكن light تبقى صفة بمعنى خفيف عكس كلمة heavy. a light ممكن تبقى الولاعة، تمام. From the sun. But I'd like to ask what the bark of a tree does. ما قلناش اهو نفس كلام مستر عصام، ما قلناش what does the bark of a tree، قلنا what the bark of a tree does. طيب يا ترى كلمة bark يعني ايه؟ بيقول لي the hard outer layer of a tree، الجزء الخشن اللي بيغلف او بيغطي الشجرة او بيغطي جذع الشجرة، ده بنسميه bark. طبعا لحاء الشجرة، القشرة الخارجية للشجرة، طبعا بتعمل ايه بيسأل ده المتصل بتاعنا، هنشوف اجابة البروفيسور. بيقول لنا well the bark is like our skin. معروف اني لحاء الشجرة عامل زي البشرة بتاعتنا our skin. it protects the living part، بيحمي الجزء الحي of the tree on top of the ground. طبعا اللي بيغطي الجذور ما يعتبرش بارك، البارك بيبدأ من فوق سطح الأرض لغاية طبعا وصولا للأغصان فوق. On top of the ground and the tubes which carry water from a tree's roots. طبعا في أنابيب كده بتحمل المياه والمينرالز والأملاح المعدنية، وطبعا نيوترونز كل المواد الغذائية اللي بتاخدها بتحتاجها الشجرة. إذا ما كانش بتصنع طبعا في الورقة، فالحاجات اللي محتاجينها من الجذر بتحملها الأنابيب من الروتس للليفز عموما للأوراق to its leaves. If the bark is badly damaged the tree dies. If the bark is badly damaged the tree dies. مستر عصام مشكورا تكتب لنا الجملة دي وتعلمنا عليها، ليه قال لي badly الأول وليه حطها zero conditional، وإمتى تبقى حالة أولى يا مستر عصام؟ يبقى عندنا ثلاث أسئلة، ليه قلنا badly وليه حطنا الجملة دي بالذات حالة zero conditional، وامتى ممكن نخليها حالة اولى. if the bark is badly damaged the tree dies. نشوف كده مع بعض الجملة مكتوبة ازاي. the bark احنا خلاص عرفنا مدى اهميته، how important the bark to the tree. الشجرة ليها cover من بره، هو بيقول لي is badly damaged. لو حصل له اي damage هنفترض ان دي شجرة البارك اتعور هنا او اتخدش هنا او هنا، The tree still lives. ما زالت قائمة، ما زالت حية. لكن تعالوا شوفوا الجملة بقى مكتوبة زي. If the bark is badly
يعني وصل لمرحلة تلف لنهايته. أيوة. يبقى نتيجة تلقائية أو البعيدة اللي جاية على طول the tree dies. يعني تخيل كده نفسك البارك الشجرة من غير بارك بالعربي كده، الشجرة تماما ما فيهاش بارك أو the bark is badly damaged، ما بقاش له أي قيمة دلوقتي. So it has no cover. So the tree dies. ليه ما قلتش هنا will die؟ أحيانا لو بتعدوا على شجر، الشجرة دي بتبقى ميتة بالفعل بس ما حدش بيبقى واخد باله. will die هنا يا يحصل يا ما يحصلش، لكن ده هو محدد لي. أولا احنا متفقين إن دي zero case، في حالة تلف هذا الغطاء أو الغلاف الخارجي الشجرة تموت تلقائيا. This is a fact، دي حقيقة. لكن لو أنا شلت كلمة badly، is the bark is damaged، لو الشجرة ما فيش كلمة badly خلاص بقى، لو البارك هنا الغطاء بتاعها أو الغشاء الخارجي اتلف بشكل بسيط أو نسبة بسيطة قد تموت. يعني احتمال في الحالة دي ممكن أقول the tree will die، إلا إذا إحنا لحقنا الكلام ده. لكن لما يكون في الآخر بقى دي hopeless case، the bark is badly damaged، بيقول أنت جاي إمتى؟ خلاص الحالة انتهت already، the tree dies. طيب لو قلنا هنا ما تتفعل. yes، لو قلنا if the bark of this tree is badly damaged، عملنا تخصيص الاستراسات. أيوة. if the bark of this tree is badly damaged، يا ترى that this tree will die ولا this tree dies؟ لو كنا عن شيء مخصص يعني مش الفكرة العامة. if the bark of this tree is badly damaged، يعني نوع الشجر ده بالأخص، بيقول هنا تحديدا if the bark of this tree is badly damaged، يعني أنا عندي شجرة في وسط آلاف من الشجر بس النوع ده تحديدا is badly damaged، في الحالة دي the tree dies. في طالب يقول لي the tree، ممكن يا مستر أقول will die؟ خدوا بالكم إن كلمة this هنا لها تحديد وتخصيص للحالة بتاعتنا. يعني أنت بتتكلم بالعربي كده this tree is very sensitive to the bark، البارك بتاعها إن انتلف خلصت الحالة بتاعتها هنا منتهية. فقصة إنها will die من dies باينة أو واضحة. في حالة إن أنت تحدد لي الجملة تقول لي this tree، يبقى لازم هتقول هنا dies، هتموت بشكل أكيد أو بشكل محدد. طيب هنستكمل دلوقتي إجابة بروفيسور بيتش على الاتصال اللي عنده على الشاشة. هنلاقي دلوقتي تكمل الإجابة، بيقول لي animals such as goats love eating bark، في بعض الحيوانات بتحب اكل bark. ولاحظوا love eating طبعا general idea، so it is especially important. ناس بتسألني كتير امتى بحط especially تبدأ بالe وامتى ببدأ بالs، يقول لي بيفضل داخل الكلام بحط e تمام، لكن في البداية يفضل ابدأ بالs على طول. especially important to keep animals away، verb مهم جدا keep away يعني تبعد، keep away animals from young trees من الأشجار الصغيرة بالذات. thank you، what is the next question؟ السؤال اللي بعد كده بيقول لي على طول male caller المتصل ذكر بيقول لي hi I'd like to ask how possible to calculate the age of a tree by counting its rings without cutting the tree down. عندنا في أفعال مهمة زي كلمة calculate يحسب to work out، وعندي كمان كلمة count count نعد يعني نقول 1 2 3 and so on. فعشان كده بيقول لي I'd like to ask يعني أنا عايز أسأل how is possible إزاي ممكن to calculate the age of a tree نحسب عمر الشجرة by counting its rings. ولاحظوا هنا ما حطناش apostrophe في كلمة it، هنا its على طول ملكية its rings، ده خطأ كتير جدا من الطلاب بيقع فيه، بيحط لي apostrophe قبل الاس أو apostrophe قبل الاس عشان تبقى it is أو it has، لا الملكية على طول كده its rings without cutting the tree down. لاحظتوا كمان without بدون بعدها phrase يعني ما جاتش جملة مفيدة، جات لي ال verb cut وحطنا له ايه ing cutting the tree down. كمان كلمة cut down يقطع، كلكم عارفين ان الفيرب اصلا ما فيش تغيير في الكونجيجيشنز، عندنا cut 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 تمام، cut down بمعنى يقطع. عشان كده بنقول تاني I'd like to ask how is it possible to calculate the age نحسب عمر الشجرة of a tree
by cutting its rings without cutting the tree down. Good question. استاذنك يا استاذ محمد كده اقطعك في حاجه صغيره عشان في فيرب كات داون تحديدا عايزين نبص عليه. هي كلمه كات لوحدها هنا بمعنى يقص او يقطع. ايه رايك لو غيرنا من كات لبوت داون؟ الفرق واضح جدا. لو انا قلت كات داون انت بتشيل شجره من مكانها خالص او أيوه؟ بتقصها من نصها نقطعها. خلاص لكن بوت داون هنا بوت داون نفس الكلام بس معناه مختلف. يعني مثلا when people travel abroad لما الناس بتسافر للخارج sometimes البعض منهم like to put down. نكمل put down roots مثلا. ايوه put down roots there. يعني هو احيانا بيعجبه المكان هناك أيوة. يقول لك بس انا هستعمر المكان ده او هستقر الحته دي واستقر يعني يبقى يعني خلاص يعني لما استقر في مكان تبقى نسمي لها برضو كلمه put down roots. وده يدل على ان احنا اني مش بس زي اللغه العربيه كده بيبقى فيه استعاره فيه كنايه ففي برضو بعض الكلمات اللي ممكن استخدمها زي ما خدنا قلنا مثلا dogs bark كلاب تنبح وكلمه bark لقيناها برضك تنفع لحاي الشجره. خدنا كلمه leaf وقلنا turn over a new leaf نفتح صفحه جديده بمعنى ان هي يعني بدايه جديده تمام رغم ان كلمه leaf معروف انها ورقه شجر. مستر عصام مشكور قال لنا كلمة to put down roots يعني نستقر في مكان ما بعد ترحال كتير يعني تمام. نرجع نكمل مع بعض وقلنا البريزنتر بيقول لنا a good question هيبان على الشاشة حالا بيقول لي perhaps you could start by. وحنا اتفقنا قبل كده كلمة start قلنا لو بتاكل بتبقى start with لكن هنا start by explaining دائما بعدها verb ing what the rings are. start by explaining ما قاليش what are the rings لا what the rings are that this caller is referring to. refer to بمعنى يشير الى. ايه هو الجزء اللي بيشير اليه هذا المتصل؟ ايه هو البارك اصلا؟ فبيقول على طول well most trees grow bigger every year. معظم الاشجار grow bigger every year. just under the park That is a circle. لاحظتوا كلمة بارك أحبائي نخلي بالنا. Be as in bark. لكن لو be as in pen هتبقى park. park بمعنى منتزه أو حديقة. لكن كلمة bark بمعنى لحى الشجرة. That is a circle of soft cells. لاحظوا كلمة cells C-E-L-L. طبعا هنا معناها خلايا. ولكن لو دايما تيجي فاز مستيك يعكس لي السي خلاها اس سيل احنا عارفين يبيع. soft cells خلايا لينة which hardens. طبعا الخلايا اصلا دي مالها المفروض hardens. هنا كلمة طبعا الاس هنا مش عايدة طبعا كده على كلمة cells لا على الجزء نفسه اللي هو living part. every spring or summer معروف ان الشجرة يعني بتزداد صلابة في فصل او فصلي الربيع والصيف. This forms a ring of new wood. ده بيكون عندي حلقة من حلقات الخشب. Each year. This means we can calculate the age of the tree by counting rings. We can calculate the age of the tree by counting rings. احنا ممكن نحسب عمر الشجرة عن طريق عد الحلقات. مشكورة مستر عصام وضح لنا كده. يعني ازاي انا اعرف هتلعب بقى دور بروفيسور جيرمي بيتش ازاي اعرف عمر الشجره عن طريق حلقات؟ ايه حلقات اصلا مستر عصام؟ ازاي اعرف اعدها؟ يعني هي ببساطه جدا الويث بتاع الشجره يمكن مستر محمد قال لنا جمله من شويه كلمه اتساع او عرض الشجره يعني هنفترض برضه ان دي شجره. هو قايل في الجمله each year a new ring forms كل سنه بيحصل استداره كامله بيحصل ان في سيلك جديده يعني نسيج جديد بيتكون حوالين الشجره. دي تعتبر indication ل 1 year كامل. فتعالوا بقى نتفرج العلماء بيحسبوها ازاي. How can they calculate the age؟ طبيعي لما بيعملوا extraction بياخدوا جزء او بيستخرجوا جزء او كامل الاستدارة من الشجرة بيعمل ايه؟ هو بيعرف حوالين الرينجز كلها كل سنة بالظبط عامل زي الكنافة كده يشوف الرينج كده How many rings are there؟ And each ring represents one full year of growth. يعني كل حلقة من الحلقات اللي موجودة هنا
طبعا طالب هيسأل هيعرفوا يعدوها ازاي، دي شغلتهم بقى في المعمل. المهم ان احنا وصلنا how to calculate or how to know the age of the tree without cutting it، يعني بدل ما تعرفها بطريقة القطع لا احنا بنخرجها بطريقة الكترونية شوية. So تاني ببساطة جدا، each year forms a new cell or a new ring، الحلقات اللي جوه الشجرة دي بالكامل عدها هتطلع عدد السنين بالظبط. عشان كده لما بنقول الشجرة دي عمرها 80 سنة ما بنقولهاش haphazardly. Scientists will have to count the rings، هيقدروا يعدوا الرينجز الحلقات اللي جوه دي وبعد كده يعملوا indication عمرها قد ايه. ده كمان ممكن we can go farther than that، they can know the indication of the weather at that time. لنفترض ان الشجرة دي عمرها 100 سنة، ده ممكن يقول لي سنة 1910 كانت السنة دي مطيرة او فيها جفاف. وصلنا للمرحلة دي؟ ايوه. ليه؟ لان بيقول لنا the more the ring gets، كلما كان حجم الشجرة او حجم الرينج عريض، this indicates a year of great rain، بيبقى فيه مطر شديد وغزير في الدرجة بتاعتها بتبقى لحد ما thick او wide. او the narrower بقى، كلما كانت ضيقة، this means or this indicates a year of drought، في حالة جفاف. السنة دي تحديدا كان حالة جفاف، عشان كده علماء الزراعة بيضيفوا معلومات لعمال الطقس وهكذا، ويبقى العلم تقريبا بيوصل لبعضه. يعني التريز اصلا كيز تو هيستوري، مفتاح للتاريخ. طيب خلينا في سيتويشن مستر عصام، وان اوف يور سينس اسكس يو، حد من الطلاب بتوعك بيسالك ذا امبورتنس اوف تريز، ايه هي اهميه الاشجار؟ احنا ممكن نقولها له كده وي هاف 5000 امبورتنت، او هاف 5000 بيسز اوف امبورتنس. ازاي؟ احنا ماسكين في ايدينا اقلام وورق والاخر، وي كان يوز ذا تريز making paper, making furniture, making a lot of things like musical instruments. دي طبعا جاية لسه في رهدر 12. هتشوفوا حاجات كتيرة the trees are providing us، بتوفرنا حاجات أو بتمدنا بحاجات ما نتخلهاش. We can go far a lot. Even toothpaste، حتى معجون السنان طبعا كلنا في حاجات زي كده. So the tree or the trees along. First يمكن هو ده الحاجة الحلوة اللي احنا لازم نتكلم عليها الأول. It beautifies the environment. It clarifies or it takes in the carbon dioxide and gives us out the oxygen. كيف أنها عاملة زي الفلتر؟ يعني ممكن نقول إن trees الأشجار عموما المفروض إن هي helps us to أو help the earth to breathe، بتساعد الأرض في إن هي تتنفس. عموما مستر عصام مشكورا على هذا المجهود الرائع، وطبعا كل الشكر لـ ESC staff لكل القائمين على قناة مصر التعليمية. وكان معكم محمد مختار، ولنلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.